فكان الملاذ هو سيدي مصطفى الشجيعة الذي فك شفرة الوصول المصري وجعله جعلني اتفاعل معه على مستوى المتعلمين. شكرا لك سيدي. هذا من تواضعك الكبير. طيب مداخلتي ستكون خفيفة لأن الأستاذة فاطمة مرغش لما قدمت ورقتها ألغت كثيرا من أشياء جاءت مني وسبق أن قلت لها أن المنصفة فامتنعت. شنو قلت لها فاطمة؟ لأن الطوموبيل قد لا. طيب إذا ورقتي ستدور وضع عنوانها هو بلاغة بنية وشعرية التلقي في ديوان حين يعبر السحاب عليك. منذ بداية القرن الماضي ارتفعت أصوات نقدية منادية بتقنين القراءة النقدية وإخراجها من الأتون الذوقية والمزاجية والانطباعية إلى الصرامة العلمية، فكان ذلك إعلانا صريحا لمقاربة النصوص بواسطة عاملة علمية بدءا بالتاريخ الاجتماعي مع أبا حسين المشيبي والنفس مع العقاد والمويه، مرورا بالحداثه مع البنيويات والسيميائيات والتداوليات مع يمنى العيد محمد مفتاح كمال ابو ديب عبد السلام المسدي، وصولا الى التفكيكيه وجماليه التلقي مع ديريدا وايزاك وعبد الله الدامي. وحري بنا ان نؤكد حقيقه لا يختلف حولها الاثنان، ان المناهج التي تلت البنيويه كلها استثمرت واستفادت منها، ودليلنا هو هنا سيوضح في هذه المداخلة المتواضعة توظيفنا لنظرية التلقي بشقيها الفني والجمالي، وفي ذات الحال سنستعين بالميكانيزمات البنيوية لنقلب أرضية النصوص الموظفين الجانب الإحصائي للبنية المعجمية. إذا كان هذا مدخلا فالنقطة الثانية هي من بلاغة المعجم إلى شعريته، لعل قراءتنا المسيحية الأولى كشفت لنا بكل يسر بعض المعجمات المتواترة من المعجمات الذي تجاوز تكراره عشرات المرات، وقد حصرناه في ثلاثة ملامح هي الملمح المباشر ويتحول في حياضه النهر الماء اليم البحر. ثاني أوباء الملمح غير المباشر ويتعطل ضمنه المعجم التابع للأول من الموج السادح الشقان المرافق اللجاج وهكذا. جيم الملمح التابع لغير المباشر ونجد فيه معجما يستدعى الماء فيه بواسطة من الملاح العطش الشرب وهكذا. إن بنية هذا المعجم لم تحضر وحدها بل أسهمت معجمات أخرى كالظل والفيل والريح
والصمت والإحياء والإحاكي ليتواشج المعجم كبنية تركيبية لبناء بلاغة انسياحية في شقها التخيلي. وهذا ما أسهل من زاوية التلقي كي يتفاعل الفن مع الجمال، مما يسمح بقراءة سلسة متناغمة للديوان. إن الربط بين البلاغ والتركيب يستدعي منا استحضار البلاغة الجديدة، بلاغة التخيل التداول، وليس بلاغة الوشوه فيكور التي جعلت من البلاغة حية فسيفساء رخيصة كما درسها لنا أساتذتنا في الثانوي أو حتى في الجامعة. إنني أقصد هنا بلاغة الجاحظ والجرجاني والقرطاجني وصولا إلى كريمان والعماري وشباب. إن ديوان سيد مصطفى الجديعة يغري بتطبيق المقاربة البلاغية الجديدة على مستوى البنى التركيبية، وحسبنا هنا أن نرصد هذه البلاغة في مدى التي قد دفعت في مدى التداخل أو الشكل الذي قذف فيه المعجم. فحينما يقول الشاعر سعى إن الظل أو يؤرقني صمتك حين تحدقين في ظل كثيرا مرارا قلت لك إن الظل والصمت توأمان وقلت وظلك قد ولى. إن الظل والصمت توأمان في الصفحة السابعة، فإذا أن هذا التساوي الذي قال عنه إن الظل والصمت توأمان، هذا التساوي يختل بسرعة حينما يقول وقلت وظلك قد ولى. فالظل قد انزلق إلى الأسفل بعدما كان متساويا مع الصمت. فجملة مقول القول التي احتلت فضاء المفعول، الفضاء المفعولي الذي يفعل به وظلك قد ولى، جاءت مجرد تابعة لفعل القول وقلت، في حين أن لفظة الصمت ارتقت في المقام الترتيبي والنحوي حينما يقول يؤرقني الصمت، التي تختلف تركيبا عن قلت لك إن الظل أو قلت وظلك قد ولى. قلت الترتيبي والنحوي، فعلى المستوى الأول أي الترتيبي سنجد الصمت احتل صدر القصيدة، إذ يقول الشاعر يؤرقني الصمت. أما على المستوى النحوي فهو فاعل في البنية الوظيفية له قوة دافعة لبوصلة الجملة، فقوة الصمت هي التي أرقت الشاعر دلاليا، فقوة الصمت هي التي أرقت الشاعر، علما أن الصمت ظل الكلام والظل هو صمت الكائن، لذلك فالصمت أقوى حتى من ضجيج اللغة. ويقول الشاعر دعما لما تراه أو تراه بلغتنا في محل آخر من عادة المساء أن يشرب عبيره ويمتقي صهوة الرحيل، ومن عادة العشاق أن يهمسوا للصمت. فلم تعد للكلام بلاغة البيان كما شرح الجاحظ، وإنما أمسى الصمت قوة متحكمة في الكلام، ونقصد الكلام هنا بالمفروضات في اللغة. وإذا تأملنا في المستوى البلاغي التلقي سنجد الشاعر لم نكسو بنار المخاطبة، والظاهر أنها أم ولد. أم ولد كقراءة أولى وتنفتح لنا قلت وتنفتح لنا المرأة والأم على القضايا الوطنية. القضايا الوطنية والنفسية. قلت لما اكتوى الشاعر بلغة المخاطبة لأن لها قوة الصمت، أما أنا الشاعر فهو الظل. قلت إن هذا الصمت لم يفرض قوته وجبروته على الشاعر فقط، وإنما الصمت قوة حتى على اللغة نفسها، حيث إن الصمت في كثير من الأحيان أقوى من اللغة، فالوقف والواو والفاصلة والنقطة وعلامة التقييم والسكون وعلامة التعجب والسبب كلها عند محطة الصمت، إلى جانب أن الظل ينمحي على اعتبار أن الصمت لغة مكونة من مقاطع صوتية وصمتية. قلت أما الظل فيغيب عند غياب الشمس وعند منتصف النهار، لذلك تعذر على الشاعر أن يجعل أو أن يكون ضحية لهذا
بلاغة شعرية الزمان. إن بلاغة الزمان تتجاوز المفهوم الوقتي المسطح في الليل والنهار والصباح، حيث نجد توظيفه تم بوساطة دقيقة وذكية. ولعل القصيدة التي يحمل الديوان عنوانها حين يعبر السحاب عينيك، حين يعبر السحاب عينيك، فالزمان المتقطع الذي تقود دفته حين يكشف حضور وغياب السحاب، حضور وغياب السحاب الذي يتعطل بلاغيا بالمجاز المرسل لاعتبار ما سيكون هو المطر. والمطر قلب الزمن الفصلي الشتائي، انه عودة الخصوبة والحياة بعد البوار والذهول. لذلك ارتبط الشاعر او ربط الشاعر بين السحاب والحياة، وذلك من خلال تمفصلات آتية. حين يعبر السحاب عينيك، يعني تتنفصل مجموعة من المقاطع التي تحدثت عنها أستاذنا الأستاذة فاطمة مطيش، ولكنني أنظر إليها من زاوية أخرى. يقول: أو العبور تنفصلات آتية، عبور السحاب فرح القرية. قلنا عبور السحاب، حين يعبر السحاب عينيك تفرح القبائل بقدوم الغيث. إذن عبور السحاب هو مرتبط بفرح القرية بالغيث والمطر، وهو ليس ولادة للطبيعة فقط، وإنما ولادة شاعر ترغب القرى الأخرى لتهنئة تهنئة مباركة. إذن على المستوى ذلك، عبور السحاب زمن جديد لحركة الطيور. حين يعبر السحاب عينيك تهاجر الطيور بعيدا. حين يعبر السحاب عينيك رقصة الغمام، وهو تأكيد لهطول الأمطار وجريان الماء للحياة. حين يعبر السحاب عينيك تجميع، حين يعبر السحاب عينيك قلت هو تجميع لهذه السحب في فصل الشتاء الذي يعتبر مجمعا ومحركا لكل الفصول. يقول شاعرنا: حين يعبر السحاب عينيك يراقص الغيم غيمه، ومن كسفه تساقط حبات البهائم. حين يعبر السحاب عينيك كل الفصول. إن السحائب التي تعبر العينين تفرق أزمنة البشرى التي تتعانق مع بلاغة الصورة الرمز. إذ يقول الشاعر: وهزي بجذع الظل حتى إذا تلاشى كنت أنت الظل والسكن. صفحة 32. وهزي بجذع الظل، نعم. فبلاغة الصورة الرمز التي استوحت البعد الديني القرآني بشكل غير مباشر، هنا رمز غير مباشر، رمز ديني. حينما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة مريم الآية 25: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنينا. إن السببية التي جاء بها فعل مريم، السببية هنا هو أن الله سبحانه وتعالى قال لها: حركي هذه النخلة. والمرأة حامل لا يمكنها أن تحرك النخلة، ولكنه السبب. إذا السببية التي جاء بها فعل مريم كي تسقط عليها الرطب هي تماثل السببية التي تعيد التوازن للظل مع الصمت، كما مر بنا حين يقول: وهزي بجذع. التوازن واضح لما كانت تمثل الصمت كقوة في مقابل الظل، ها هو يدعوها كي تصير ظلا وارفا وسكنا دافئا. بعدما كان الصمت أفضل من الظل، الآن أصبح الصمت يوازي الظل. ومن هنا يمكن القول إن الزمن البلاغية يوضح العلامات الإنسانية والوجودية ما بين قبل وما بعد. رابعا وأخيرا، بلاغة المحججة في الخطاب الشعري.
يلعب الحجاج دور رئيسي في حياتنا اليوميه. نحن نشتغل بالحجاج في كل سيكونت هنا علاش. يلعب الحجاج دور رئيسي في حياتنا اليوميه، واذا كان ارسطو قد حدد الانماط الحجاجيه في القضائيه والاستشاريه والمثاليه، فعندي ان الشاعر ولا سيما في قصيدته الاولى صمت الظلال يحاجج شعرا قضيتين اثنتين منفصلتين داخل لحمه القصيده. فالقضيه الاولى تبدا من مطلع النص، القصيدة الأولى تبدأ من مطلع النص وهي صمت الظلال. يقول: يؤرقني صمتك أنت، تظهر قلت يؤرقني صمتك، إلى أن يصل وتبسم القصيدة. هكا سيدي مصطفى. إذا فالقضية الأولى تبدأ من مطلع النص إلى أن يقول في يؤرقني الصمت، إلى أن يصل وتبسم القصيدة، وتبسم القصيدة وعلى حواشيها ترقص الكلمات. هنا ينتهي شق حجاجي له مسألة مخصوصة. حين حيث الضمير المخاطب أنثى، لأنه يقول لها يؤرقني صمتك، بعد هذا المقطع حيث ضمير المخاطب أنثى يلعب الشعر ويغزلها ولا تظهر ذاته إلا متخفية تدريجيا. أما القضية الثانية ويتحول فيها الضمير من المخاطب الأنثى إلى المخاطب الذكر، إذ يقول في صفحة 98: في غربتك وأنت البعيد من عشقها، خذ سفرا خذ سفرا من مداك، وقل لطيور البشر إن الموج عاتم هذا المساء، كل المرافق عطشا. حيث المخاطب الذكر يصبح محور الحديث والوصف والوعظ من اجل تجاوز مفاوز الغربه، ليوظف الشاعر الإيبوس بلغه ارسطو تقنيه الالتفات مره اخرى، ويعود الى المخاطبه في نفس القصيده. يرجع المخاطبه: ابحث عنك في متاهات السؤال، أشك أنت أن ظنون، خذي نفسا ولو قليلا، فقد نسيت أول الطريق، ضعي وصيتك صوب الريح، ورمي بوشك بشاحك حفلة من غمام. إذا الخطاب أصبح للمرأة مرة ثانية. إذا قلنا هنا وظف تقنية البلاغية الحجاجية وهي الالتفات. إن تعدد المخاطب في القصيدة حسب الضمير يقتضي ضرورة الالتفات، مما جعلنا نستشعر مسائل الحجاج في ملاتع التخيل، الحجاج والتخيل، وهذا يشكل مزية، حيث هذا النص يتواشج مع النص الأخير عبور، لينتفض التاريخ العربي القديم. قلت هذا النص الأول يتواشج مع النص الأخير اللي هو عبور، لينتفض التاريخ العربي القديم في الأندلس كفضاء جغرافي. ينشر الوشاحة أو وشاحة الواقعية الحجاجية من أجل الإقناع والتأثير، إذ يقول على مستوى المكان، يعني الشاعر يوظف مكان. الدكتور عبد العالي قال في كتابه بلاغة الإقناع، يقول الإقناع أو دراسة في بلد من أجل الإقناع والتأثير. يقول الدكتور عبد العالي قال في كتابه بلاغة الإقناع دراسة إلى آخره: ويعتبر مفهوم الموضع المكان فضاء اسباس، ويعتبر مفهوم الموضع من المفاهيم الأساسية في الحجاج الأرسطي، إذ عليه تقوم عملية استكشاف التصديقات الصناعية باعتبارها النوع الأهم في بناء قول الحجاج. وخلاصة القول: إن الديوان مورد، وخلاصة القول: إن الديوان مورق ومخضوضر بعصارة نقد ورجفة سطر وتوجس خاطر، لأنه مسكي بالمكابدة التي طوحت الشاعر رغما عنه في دلوب الوجع الممتد في عمقه المسلم. الديوان مرآة انعكس على صدقها الواقع المتصدع بتشققاته وتشظياته، لذلك وجدنا أنفسنا نتغنى بالغربة والحنين إلى حب الأنثى الذي ينفتح ويتسع ليصير وطنا مكدودا. الديوان مجمع من جغرافية التاريخ العربي الجريح وفلسفة الأدب بقضاياه وضواحيه، لهذا كله يمكن القول إن الديوان
ليس تعبيرا عن حنجرة فردانية تصطدم وتجاهل الشاعر فحسب، لأن شعرنا العربية ذاتي هنائي، بل إن شاعرنا أو صوت شاعر بل إن صوت شاعرنا هو صوت الأمة المشجل كما يرى نجيب العوفي، حيث الشاعر لسان الشاعر يعبر عن لحظاته التاريخية إذ تنغم أصوات القبيلة والمدينة والوطن والمجتمع مع صوته، فنصير كلنا قرصا متناغما نلمس ونتحسس معه هذه الوضعيات المتعددة والمختلفة باعتبارها ملمح من زوايا الحياة. شكرا على الاستماع. شكرا للحضور الكرام، شكرا للفقهاء النقاد الذين أخرجوني من صمتي، لم أكن أعرف ذلك الماري الذي يكتبني. أنا عندما كنت أستمع إلى سيدي محمد والأستاذة والدكتورة فاطمة مغيش كنت أقول هل يتحدثون عن شاعر آخر أم أنا؟ وبالفعل نفذ عميقا وحاولت أن أختفي ولكن جردوني من لغتي ووضعوني عاريا أمام المرآة شعرا وقولا وجمالا، وربما لن أعود أكتب الشعر مرة أخرى لأنني خاف من هذا النقد الجميل. سنرجع إلى الصمت، وفعلا أن قصائدي كلها صمت لأنني أريد أن أعطي